بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. في موضوع جديد حول الله وقوته، سأتحدث في سلسلة أيضا جديدة عن علم النفس سيكولوجي. أولا، سنحاول في هذا الفيديو الإجابة عن ماذا نقصد بعلم النفس. ماذا نقصد بعلم النفس؟ كثير من الأحيان يختلط علينا معنى علم النفس. تعريف علم النفس بمجال دراسته، ماذا يدرس علم النفس؟ يعني علم النفس نربطه بمجال دراسته، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. كيف تعرف ما تعرفه؟ سؤال مهم جدا. يعني لو قلنا بأن لكل إنسان في هذا الكون معرفة أو مخزون معرفي خاص به، وسألناه سؤالا كيف تعرف ما تعرف، أو من أين حصلت على هذا المخزون المعرفي بطريقة أخرى؟ هذا سؤال مهم جدا. يأتي معظم ما نعرفه من السلطة authority أو authorities السلطات. معظم ما يعرفه الإنسان يأتي من السلطة. حسنا، محطات الأخبار مثلا. محطات الأخبار كما يعلم أغلبنا في هذا الزمن الذي نشهد فيه انفجار المعرفي وانفجار التقني، أغلب محطات الأخبار في هذا العالم هي محطات خاصة ذات أجندات خاصة، ترسل رسائل معينة لبرمجة عقول الناس. أيضا ممكن أن يكون السلطة هي سلطة أستاذ الجامعة أو أستاذ المدرسة، يلقي عليه معلومة وأنا أخذها كالمصدر الوحيد للنجاة في هذا الكون مثلا، لا أستطيع أن أناقشه بصفته أستاذ في عمر معين. أيضا مواقع الإنترنت قد أكتب فيها، أيضا في العصر اللي أنا فيه قد أكتب على الإنترنت أود معرفة معلومة معينة، فيخرج لي المعلومة فأتبنى المعلومة وأدافع عنها وكأني أنا مصدر هذه المعلومة وكأني واثق بها، رغم أن الإنترنت مصدر لا يعتد فيه. في المجال الأكاديمي يسمى بلاجيريزم أو يسمى الانتحال، هذا هنا تسمى صورة انتحال، لكن في عالم الإنترنت وفي الظروف الشخصية لا يتعلق أو لا ينظر الموضوع بهذه الصورة. لنفرض أنك عشت قديما في عقد الستينيات من القرن المنصرم، حيث انتشرت السجائر بشكل كبير جدا. مثال بسيط جدا، انتشرت السجائر وكانت مصدر إلهام للشباب المتحفز للحياة، بأن الشاب دائما عصبي المزاج ويدخن سيجارة. أخبرك طبيب وجود نوع من السجائر أقل ضرر من نوع آخر. بصفتك مواطنا عاديا أو شخصا عاديا، هل ستفكر بسماع نصيحة الطبيب في ذاك الزمن؟ كن متأكدا عزيزي الطالب، غالبا ستأخذ هذه النصيحة بعين الاعتبار، لأن الطبيب طبيب له سلطة علمية وسلطة نفسية على الأشخاص، تؤدي أن الأشخاص غالبا ما، إذا هنا نقول السلطة العلمية أدت إلى موافقة على ما اقترحه الطبيب. إذا لاحظ هنا صورة الممثل الشهير كلينت إيستوود. كلينت إيستوود سيجارته هذه المشهورة في لقطات أفلام الكاوبوي أو راعي البقر الأمريكية كانت مصدرا أو ملهما كبيرا للناس للتفكير في السجائر، والتفكير بأن يوجد سيجارة أفضل له، وأن كلا النوعين، لو فرضت أن النوع الأكثر ضررا والأقل ضررا كلاهما مضر في النهاية، هذه معلومة غير مختبرة غير مقاسة في ذاك الزمن، لكن رغم هذا كان لها تأثير كبير جدا. لم يكن الوعي موجود كما لم يكن الوعي موجودا كما هو موجود حاليا في هذا الزمن. إذا بمن نثق؟ هذا هنا بمن نثق في هذه الحالة؟ إن أنت عقلك هو الذي قرر يستمع لي الطبيب. إذا السلطة من الإجماع، يوجد عندي السلطة يوجد عندي الإجماع. الإجماع مثلا رأي الأغلبية، مثلا دعنا نقول الإجماع صعب جدا في هذه الأيام، حيث أن عديد مواقع التواصل مخترقة وتعطي أكثرية أو شبه إجماع فارغ من معنى. الإجماع في هذا الزمن صعب جدا الإجماع على شيء، يوجد كثير من الاختراق مثلا للإنترنت
كثير منكم سمع مثلا فضائح تويتر وفضائح الفيسبوك التي انتشرت في هذا الزمن، كيف تعطي مؤشرات خاطئة في عمليات انتخابية كان هدف منها الحصول على إجماع، ومع هذا أسهمت في صعود تيارات قومية غير مرغوب فيها أو مناقضة لقيمة المجتمعات الأوروبية المتقدمة إذا ما قرنت بمجتمعاتنا. يعني رغم كل حملات التنوير والحملات التي أجريت لتنويرنا، إلا أن صعود مثلا هذه التيارات السياسية وهذه التيارات من خلال خدع على منصات التواصل الاجتماعي يؤدي إلى صعوبة أن نثق في الإجماع. أيضا السلطة، هل ممكن أثق بالسلطة؟ أيضا صعب جدا الوثوق بالسلطات في هذه الأيام، هي تريدك أن تغض النظر عن بعض أعمالها، بعض الأعمال الخاطئة التي تفعلها السلطة، وأن تضخم بعضها الآخر. مثلا لو مسؤول فعل شيء معين فإنه يسلط عليه الأخبار ويقال بأنه زار فلانا في البيت وساعده وأمر الدولة في مساعدته. إذا بمن نثق في هذه الحالة، السلطة أم الإجماع؟ لاحظ هذه الفكرة، هذه فكرة علم النفس الآن بالنسبة لغورها. علم النفس إذن هو العلم الذي يبحث في عقل ودماغ وسلوك الإنسان. يعني هذه بمن نثق يوجد أثرت في عقل الإنسان، في دماغ الإنسان، وفي سلوك الإنسان. على ماذا تعتمد أنت في أخذ القرار، عقلك أم على دماغ أم على سلوك الإنسان؟ طبعا العقل والدماغ مثلا أحدهما يعتمد على الذاكرة، دماغ يعتمد على عملية التفكير، يعني تفكير وتحليل يؤدي هذا في النهاية إلى سلوك. طبعا علم النفس هذا هو تعريفه، قديما كان علم النفس هو علم سلوكي بحت، لكن في المدرسة الحديثة أضيف له العقل والدماغ، وهذا تعريف ممتاز جدا لهذا العلم. إذا سنهدف في هذا الفيديو الذي يليه إلى أن تقدر على وصف الجذور، عفوا الجذور التاريخية لعلم النفس، وصف بدايات علم النفس والأسماء التي أسهمت، تلاحظ عندي أخطاء كثير، أسهمت في ولادة ذلك العلم مبكرا، وصف الأفكار المهمة لعلم النفس حاليا، إدراك حدود علم النفس. النفس ليس بالعلم الواسع جدا، هو له حدود معينة لا يستطيع تجاوزها. إذا أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم، لا تبخلي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات وطرح الأسئلة. مرة أخرى شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.